فكم خسرنا بسبب سوء الظن من صديق، وكم أضعنا بعدم الصراحة من رفيق، وماذا عسى إذا تجاوزت عن الهفوات، وماذا عسى إذا تجاوزت عن الهفوات وسامحت من علمت صدقه سنوات، فإذا عفوت عن صاحبك حبا وشفقة فغيرك يعفو عن الناس أجرا وصدقة. كان علبة بن زيد الحارثي رضي الله عنه رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حض على الصدقة جاء كل رجل منهم بطاقته وما عنده، فقال علبة بن زيد: اللهم إني ليس عندي ما أتصدق به، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا فنادى: أين المتصدق بعرضه البارحة؟ أين المتصدق بعرضه البارحة؟ فقام علبة فقال صلى الله عليه وسلم: أبشر أبشر، فوالذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة، إذا اعتذر الصديق إليك يوما من التقصير عذر أخ مقر فصمه عن عتابك واعف عنه، فإن الصفح شيمه فإن الصفح شيمة كل حر. فلنكن خير صديق لا يحمل في قلبه على أخيه شيئا، وبذلك تكن أفضل الناس. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد.